مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيزنر في نسختها الثامنة، يؤكد أهمية المعرض في إبراز مكانته في مجال الأمن والحماية. نحتفل اليوم بمرور 10 سنوات منذ إنشاء المجلس الإمارات للشركات الدفاعية، والحمد لله أصبح لدينا أكثر من 350 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية المحلية والدولية التي لها مقر في دولة الإمارات. من خلال مشاركتنا في معرض آيزنر نرسخ سعي المجلس نحو الدفع بالشركات للوصول إلى أحدث الحلول والابتكارات الحديثة في مجال الأمن والحماية. نشكر اليوم اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر ومجموعة أدنك. شكراً.